جزء من حصتنا اليوم نحكي على قرعة البطولة العربية للمنتخبات اللي باش تقام إن شاء الله غدوة في العاصمة القطرية الدوحة، نسخة بإشراف من الفيفا. معنا زميلنا من قناة الكاس القطرية مباشرة من الدوحة المولدي الجامعي، أيضا من الفريق الإعلامي للفيفا. مولدي أهلا بك. أهلا وسهلا إسلام، شنو حوالك خويا؟ أنا مازال مش صحة شريبتكم أنتم، شاي طيبة. أي وأنت صحة شريبتك. عايش بارك الله فيك. باهي مولدي، هبطت تدوينة اليوم، شفتك أنا على صفحتك في فيسبوك حكيت فيها على البروتوكول نتاع البطولة هذه، أيضا حابين ناخذ من عندك أكثر تفاصيل على الكوليس، على البروتوكول اللي باش يصير في القرعة هذه. صحيح، الضيوف وصلوا موجودين في الدوحة، فما بروتوكول صحي صارم للبطولة هذه، تعرف بسبب كوفيد يتم تطبيق ما يسمى بالفقاعة الصحية الهيلثي بابل، اللي هو كل ضيف يوصل من المطار يعمل فحص في المطار وبعد ياخذوه في سيارة معينة أو في حافلة معينة معقمة للفندق، ما يخرجش من الفندق. كل الناس الموجودين في الفندق عاملين تحاليل وعاملين الفاكسين تقريبا كلهم، وتحركهم ما يكونش الا الى صاله القرعه اللي هي دار الاوبرا هاوس في كتارة، في الحي الثقافي كتارة في الدوحه. ويعني التحركات كلها محسوبه، ما نجمش حتى كاعلامي باش يكون موجود هناك، لازم يكون موجود في الفندق من قبل 3 أو 4 أيام. هذا بخصوص المساله الصحيه. الضيوف وصلوا من تونس، مثلنا حسين جنيح ومنذر الكبير موجودين في الفندق، باش يكونوا ان شاء الله في دار الاوبرا في القرعه غدوه، اللي هي 7 بتوقيت تونس 9 بتوقيت الدوحه. البث نتاعها على المفتوح يكون، عرفنا انه في تونس يمكن الوطنيه 2 مش ننقل اي كانت اعلنت صحيح، وايضا قنوات البين سبورتس والكاس اللي هما الهوست برودكاستر الاثنين، واحد الرايت هولدر والاخر الهوست برودكاستر يعني مالك الحقوق والناقل الرسمي، يبثوا على القنوات المفتوحه بالنسبه للكاس على الكاس 1، وبالنسبه للبين ورجح انه على البين نيوز. يعني بالنسبه للتقسيم نتاع القرعه الى حد الان، حتى نظام البطوله الى حد الان لم يكشف، غدوه ان شاء الله باش تكشف. هما 23 فريق، وعلى الارجح باش يتم اعتماد نفس نظام الكونكاكاف الجولد كاب اللي في الكونكاكاف السنه، لانه باش يكون في بريليمز ادوار تمهيديه، فما منتخبات، الناس تقول 10 الناس تقول 12 الاولين في تصنيف الفيفا، وتعرف ان تونس تتصدر الترتيب العربي في الفيفا، باش يكونوا هذول متاهلين مباشره الى الدور الرئيس. المعلومه اللي عندي 10، انا ما عرفتش مازال مش مؤكد هذا. 10 اللي نعرفوه الكل انه 10 باش يتاهلوا باش يكونوا وسته من التصفيات دور الرئيس، وسته من التصفيات باش يخرجوا من التصفيات، 6 13 باش يخوضوا الدور التمهيدي، يخرجوا منهم 6 يكونوا 16 فريق. بالضبط، فريق هما اللي باش يخوضوا البطوله اللي هي من 1 حتى ل 18 ديسمبر، ختامها في 18 ديسمبر في نفس الموعد بتاع نهائي كاس العالم. 16 مولدي يتقسموا على 4 مجموعات والا مش واضح مازال؟ الى حد الان مش واضح، لكن الاقرب انه يكونوا 4 مجموعات، 16 على 4 مجموعات، وبعدين يتاهلوا 8 يلعبوا ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي. النهائي باش يكون 18 جوان كما قلنا، نفس 18 ديسمبر نفس يوم ختام كاس العالم ونهائي كاس العالم اللي هو اليوم الوطني لدوله قطر كذلك. البطوله هذه كيفاش كانت بطوله كاس عربيه وتحت اشراف الفيفا؟ الموضوع انه هذه البطوله هذه كل النظام اللي يتم استخدامه هو نظام كاس العالم بالضبط، يعني هذه كل يعني المنتخبات اللي بتشارك ستعيش كاس العالم تماما، وتلعب على 6 ملاعب من الملاعب 8 المخصصين لكاس العالم، تم استثناء ملعب لوسيل وملعب راس ابو عبود لانهم لم يخضعا بعد الى التجارب، هم جاهزين تقريبا بنسبه كبيره تقارب ال 100%. بقيت الملاعب جاهزه مولدي؟ بقيت الملاعب تم استخدامها جاهزه، وتم استخدامها، تم استخدام اغلبها. عندنا ملعب الخور وملعب الثمامه اللي هما جاهزين حتى قبل المدينه التعليميه، ولكن وتم تجربتهم ولكن لم يتم لعب مباريات رسميه عليهم. الملاعب اللي لعبوا عليهم ملاعب مباريات رسميه هما استاد خليفه، ملعب الوكره، المدينه التعليميه والريان، الاربعه هذا تم يعني تعرفوا ان بطوله العالم اللي فاتت كاس العالم الانديه اللي فاتت كانت في ملعب الريان وملعب المدينه التعليميه، واللي قبلها كانت في ما بين خليفه وما بين ايضا ملعب الوكره اللي هو اسمه استاد الجنوب. فبالنسبه للضيوف نتاع القرعه هناك ضيوف كبار طبعا يترأسهم جاني انفانتينو، المفروض يكون موجود ايضا السكرتير العام
للفيفا موجود، رؤساء الاتحادات القارية مصيبية عن قارة إفريقيا، الشيخ سلمان عن آسيا، الشخصيات كبيرة حاضرة في من الفيفا ليجند، من 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 شخصيات الفيفا اختاروا شخصيات عربية، نواف الدمياط من السعودية، وأيضا علي الحبسي حارس منتخب العماني. يعني القرعة صحيح العدد الحضور فيها محدود بسبب كوفيد 19، ولكن الموجود أسماء كبيرة مش تكون موجودة في حفل قرعة. يرجح أنه مش يكون حفل كبير مبهر يتم خلاله الكشف على النظام، في انتظار الكشف على لوجو شعار البطولة هذه، واللي هو خلينا نقول لك معنا بينه وبينك جاهز، هو جاهز وموجود، وقنوات الكاس كانت عندها البصمة الكبيرة في إعداد اللوجو هذا، ولكن لم يتم الكشف عنه، في انتظار أنه يتم الكشف عنه بشكل رسمي. وربما اللي ما يعرفوش أنه لوجو كأس العالم نفسه 2022 جزء كبير منه تم تحضيره في قناة الكاس، حتى ما نقولوش 100% نقوله تقريبا 90 أو 95% كانت في قنوات الكاس. إذن الناس كل في انتظار القرعة هذه، في انتظار البطولة اللي راهو نحن نقوله بطولة عربية وكاس عربية، وفي النهاية فيها بطل آسيا وبطل إفريقيا. أكيد. في النهاية فيها قطر بطل آسيا والجزائر بطل إفريقيا، وفيها 8 منتخبات لعبت كاس العالم، وفيها يعني منتخبات بطولة كبيرة منافسة باش تكون كبيرة. بطولة كبيرة اختارت قطر أنه يكونوا، وهذا مش كلام يعني للاستهلاك الإعلامي، هو الحدث هذا لازم يكون قبل بسنة من المونديال لتجريب المنشآت وكل شيء. كان من قبل كان في كأس القارات، انت استغنت الفيفا على كأس القارات، وكان هناك مشروع كأس العالم للأندية. كأس العالم للأندية ب 24 فريق تأجل إلى موعد لاحق، وتعرف حتى الجدل اللي صار بعد على السوبر ليج وما إلى ذلك. فقطر اختارت أن تستضيف أندية منتخبات عربية، والفيفا وافقت على المشروع هذا، لكن البطولة هذه تنظم، بس التوضيح البطولة هذه تنظم تحت إشراف الفيفا وبمعطيات الفيفا وبلوائح الفيفا. الاتحاد العربي ليس له أي تدخل في البطولة هذه. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك مولدي الجامع. أكيد عودتنا قطر بالإبهار في كل ما يتعلق بتنظيم مسابقات، شخصيا كنت موجود في مونديال 2015 كرة اليد، كان تنظيم محكم جدا. شكرا لك مولدي الجامعي زميل الإعلام من قناة الكاس القطرية. أيضا شكرا أنس جويني في الإخراج، تقوى المديوني في الإخراج الرقمي. أجمل تحيات إسلام المدب.